عايز منك رساله تحفيزيه للاعيبه نادي الزمالك ان شاء الله كده يشد حيلهم. المنافس بتاعنا اتعصر شويه، عايزين نستغل التعصر ده، وانا عارف ان هم رجاله وفي وقت الشده بيظهر لعيبه الزمالك ان هم كويسين. بنتمتع بفنياتكم، الماتش اللي فات لعبته حلو جدا، حسمتوا الماتش 3-0 في الاول، وبعد كده معلش دخل فينا جونين بردك، يعني اجهاد ولعيبه بردك وضغط مباريات وحاجات زي كده، بس ان شاء الله يعني باذن الله كده الدوري زملكاوي السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله ياخدوا الدوري باذن الله، واحنا بنحب نادي الزمالك وان شاء الله معاكم وفي ظهركم. بنقول لهم خليكم زي ما انتم رجاله، وهم رجاله، بس استمروا ان شاء الله عشان تفرحوا الناس دي كلها. شدوا حيلكم يا رجاله، واحنا متعودين منكم على الاكتر من كده ان شاء الله. يعني اقول لهم يعني شدوا حيلكم وان شاء الله انتوا لعيبه كويسين يعني وكده، فيعني ربنا ان شاء الله يسهل معاكم ان شاء الله. اوجه رساله طبعا لنادي لاعيبه نادي الزمالك، اقول لهم ان الجيم قريب قوي، الجيم مش بعيد، وبعد خساره النادي الاهلي طبعا نحاول ان احنا بس نفوز بالمباريات اللي هي القادمه ديت ان شاء الله، نبص للمباريات بتاعتنا وربنا ييسر الامور، وان شاء الله الجيم قريب قوي يعني مش بعيد. بس